نوفمبر من كل عام هو شهر السكر لأهل السكر، وشهر البروستاتا للرجال خاصة الذين يتعدون 50 سنة، وتجاوزا يقال له موفمبر لأن شعار المستاج اللي هو الشنب. مستشفى العدان وبالتحديد وحدة المسالك البولية ليسوا استثناء، يحتفلون مع المراجعين في مدخل مستشفى العدان بدعوة مفتوحة لأخذ عينة الدم. عينة الدم هذه تعطيك مؤشر عن نشاط أو خمول أو احتمالية مرض البروستاتا، وهذه من ضمن الأشياء اللي حنا ننظر لها تجسير مع المجتمع في خدمتهم. طبعا كلما اكتشفنا أي خلل في البروستاتا مبكرا احتمالية الشفاء تتعدى 95%. وحدة المسالك عندنا من الوحدات الجراحية المميزة وفازت بنجمة السلامة في كذا مناسبة، ونتطلع حقيقة مع نهاية هذا اليوم إلى أن يكون أعداد اللي فحصوا يكون في ارتفاع للوصول إلى سلامة وأمن للجميع بإذن الله. وكل عام والرجال بخير، خاصة اللي فوق 50 سنة. سرطان البروستاتا هو أكثر أنواع السرطان انتشاراً بين الرجال، ويعتبر السبب الرئيسي الثاني لوفيات السرطان بين الرجال. طبعاً أكثر الناس المستهدفة أو لهم عرضة في الإصابة بسرطان البروستاتا الفئة العمرية فوق 50 عام. طبعاً كل ما تقدم الإنسان في العمر كل ما زادت نسبة إصابته في المرض. الرجال اللي أعمارهم فوق 80 سنة ممكن توصل نسبة إصابتهم إلى 80%. طبعاً إحنا دائماً نحرص أن ممكن سرطان البروستاتا يكون موجود من غير وجود أي أعراض، لذلك الكشف المبكر يقينا من اكتشاف المرض في المراحل المبكرة وعلاجه بشكل جذري. ممارسة الرياضة بانتظام معظم أيام الأسبوع تقي من أمراض البروستاتا وتقلل من نسبة حدوث سرطانات البروستاتا الخبيثة. التدخين من أحد أهم العوامل التي تؤدي إلى سرطان البروستاتا، لذلك يجب التوقف تماماً عن التدخين سواء المنتجات التبغ أو الشيشة الإلكترونية. نصح جميع الرجال باعتماد على التغذية الصحية عن طريق الفواكه والخضار الغنية بالفيتامينات والمواد المغذية التي تحمي الصحة وتقلل من مخاطر حدوث الأورام بشكل عام وسرطان البروستاتا بشكل خاص.